السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد الصغير. في هذه الحلقة سأريكم أفضل طرق وأفضل خطوات تستطيع من خلالها إطالة عمل البطارية وزيادة مدة عملها لأطول فترة ممكنة دون أن تنفد بسرعة. إذا في البداية ستنتقل إلى الإعدادات، بعد ذلك استخدام جنرال، تختار جنرال أو عام. الآن ستنتقل إلى الباك جراوند آب ريفرش وتقوم بإغلاق هذا الخيار إذا كان مفعل. تعود إلى عام وتقوم أيضا بالدخول إلى هذا الخيار هنا وتقوم بإغلاق هذان الخاصيتان إذا كنت مفعلات لديك في هاتفك. أيضا ستنتقل إلى خاصية سبوت لايت سيرش وتقوم بإغلاقها هي أيضا وإغلاق هذه التطبيقات هنا من الأسفل، يعني الكثير من التطبيقات تستهلك البطارية لديك. الآن تعود من عام أو من جنرال وتذهب إلى الخصوصية من هنا وتقوم بإغلاق خدمات الموقع، تقوم بإغلاق خدمات الموقع من هنا و تورنوف كما ترى أمامك. تذهب أيضا إلى Share My Location وتختار Share My Location، تقوم أيضا بإغلاق هذه الخاصية. بعد ذلك ستعود إلى الإعدادات وستذهب إلى الخصوصية مرة أخرى طبعا، وتنزل للأسفل وتختار هذا الخيار وتقوم أيضا بإغلاقه Don't Send، يعني هذا الخيار لإرسال الكراشات، وهي من هذا اللي تخبر أبل المطورين لتحديد التطبيقات وشيء ليس لك بها دعوة، فقم بإغلاق هذا الخيار لأنه يستهلك الكثير من البطارية. قم بالضغط على Don't Send واختيار Don't Send. الآن ستعود إلى الإعدادات وتذهب إلى App Store and iTunes Store وتقوم بإيقاف التحديثات التلقائية من هذا الخيار لأنها تستهلك الكثير من البطارية وتعمل على نفادها بسرعة. من هنا من الإعدادات قد انتهينا. طبعا كل الإعدادات التي قمت بإيقافها تقوم بإيقافها في حال كنت لا تريد البطارية تنفذ بسرعة وكنت في وضع حرج أو خارج المنزل وأي من هذا وتريد الحفاظ على البطارية وليوجد كهرباء وأي شيء من هذا القبيل. الإعدادات التي شرحتها ويمكنك يعني يوجد وصف أسفلها ويمكنك معرفة وظيفتها إذا كنت تريد ذلك، ولكن أنصحك دائما بإيقافها في حال كنت خارج المنزل وتفعيلها إذا كنت في المنزل ويوجد بجانبك شحن. هنا انتقلنا أو انتهينا من الإعدادات. ستذهب إلى الشاشة الرئيسية في الكنترول سنتر الذي نقوم بسحبه من الأسفل. يوجد الكثير من الخيارات البلوتوث والواي فاي وكل هذا، إذا كنت لا تستعملهم قم بإيقافهم عندما تضع الهاتف في جيبك ولا تريد إنترنت، وأيضا ويعني أصلا يكون لا يوجد اتصال بإنترنت وغير متوفر شبكة واي فاي، لماذا تترك خيار الواي فاي مفعلا؟ قم بإيقافه لأن البحث عن شبكة واي فاي يستهلك الكثير والكثير من البطارية. كذلك البلوتوث قم بإيقافه. هنا من الكنترول سنتر تقوم بإيقاف الأشياء التي لا تريدها. من مركز الإشعارات عندما تقوم بالسحب هكذا من الأعلى إلى الأسفل يوجد كثير من الإشعارات تظهر، قم بالضغط على Edit. من هنا ستجد كثير من الأشياء غير التذكيرات والتقويم، فأنا قمت بإزالتهم. قم بإزالة الأشياء التي تريدها مثل Stocks، الأسهم وكل ذلك، فقط بالضغط على هذه العلامة وضغط على Remove، بعد ذلك تضغط على Done يتم إزالة الأشياء التي تريدها من مركز الإشعارات. في حالة المستعصية وبعد القيام بهذه الخطوات كلها ويعني تكون الكهرباء مقطوعة من هذا، قم بالدخول إلى الإعدادات، بعد ذلك الباتري، وقم بتفعيل وضع اللو باور مود لوضع توفير الطاقة. أيضا أنصحك بإخفاض الإضاءة من هنا هكذا كما ترى أمامك، وإيقاف خلوي. أيضا تذهب إلى الإعدادات وتختار عام أو من هنا خلوي نعم هنا مخلوي، وتقوم بإيقاف الخلوي من هذا الخيار حتى يتم استهلاك رصيدك، رصيد السفر أو البطاقة في هاتفك، وأيضا الشحن، وبالتالي ستحافظ على البطارية لأطول فترة ممكنة. شكرا على حسن متابعتكم. شارك هذه الحلقة مع أصدقائك مستخدمي هواتف أبل وآيفون الشغالة بنظام iOS 9. كذلك لا تبخل علي بالنقر على الزر لايك وكذلك السبسكرايب إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد الصغير ومدونة العالم الافتراضي. لا تنسى الإعجاب بصفحة مدونة العالم الافتراضي على الفيسبوك، رابط الصفحة وكذلك المدونة ستجدهم أسفل الفيديو في الديسكريبشن. ألتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.